زي ما احنا عارفين بعد هزيمة يونيو سنة 1967 ان القيادة المصرية كلها بدأت تخطط لمعركتها الجاية مع العدو الصهيوني علشان تمحي الهزيمة وتسترد سيناء. بس التخطيط ده كان يلزمه عامل مهم جدا، وهو توافر المعلومات الكاملة عن العدو. اللواء محمد احمد صادق رئيس المخابرات الحربية وقتها كتب تقرير وقدمه لوزير الحربية الفريق محمد فوزي عن هزيمة 67، قال فيه ان من اكبر المشاكل اللي سببتها هي ان ما كانش عندهم معلومات كافية من داخل الكيان الصهيوني، وده اللي ما خلاهمش يعرفوا هما بيدبروا لهم ايه. والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان دايما بيقول اننا ما عندناش معلومات، عاوزين معلومات. وانا مش عارفة الحقيقة ليه اغفلوا المعلومات اللي كانت بتوصل لهم من البطل المصري رفعت الجمال اللي كانت زراعته المخابرات المصرية جوه الكيان من سنين. لكن المهم ان الموضوع ده كان مهم جدا بالنسبة له وبالنسبة للقيادة المصرية وقتها كلها، وخصوصا بعد ما قبضت المخابرات المصرية على شخصية مهمة وبارزة جدا في مصر، وكان مقرب من الرئيس ناصر شخصيا بتهمة التجسس لصالح الامريكان سنة 1965. لان الشخصية دي واللي هتبقى موضوع الحلقة الجاية ان شاء الله، في البداية كانت بتتجسس لصالح المخابرات المركزية الامريكية بعلم وبأوامر من الرئيس ناصر، واللي كان بيزوده ببعض المعلومات يوصلها للأمريكان علشان ما يشكوش فيه، وفي المقابل يعرف منهم معلومات يوصلها في النهاية للرئيس ناصر. بس بعد كده بقى يزودهم بمعلومات من عنده، شوية صحيحة وشوية مفبركة وبدون علم الرئيس ناصر، ولما عرف أمر بالقبض عليه. المهم حكاية المعلومات اللي كنا عاوزين نعرفها عن العدو في الوقت ده، وزي ما قلنا كانت مهمة جدا وشغلت كل أجهزة الدولة اللي بقوا يفكروا في طريقة تقدر توصلهم ليها، لحد ما قابل بعض رجال هيئة الأمن القومي الرئيس ناصر في شهر ديسمبر سنة 1967، وقالوا له إن في مجموعة من رجال المخابرات المصرية اكتشفوا طريقة يقدروا بها يزرعوا ميكروفونات تنصت في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وسألوه موافق على عملية يا رئيس؟ هيئة الأمن القومي هي وحدة من وحدات جهاز المخابرات المصرية. الرئيس ناصر عجبته الفكرة قوي، لأن ببساطة إحنا عاوزين معلومات من داخل الكيان الصهيوني تساعدنا على التجهيز لمعركتنا الجاية معاهم، متفقين على كده. طب إحنا مش عارفين ناخد المعلومات من عندهم، يبقى بقى ناخدها من حليفتها وحبيبتها أمريكا، لأن كل اللي بيفكروا بيخططوا له الصهاينة اللي كانوا وما زالوا بيعملوه او حتى اللي بيحلموا بيه بيقولوه للامريكان. يبقى احنا نوصل لهم ونعرف اللي عاوزين نعرفه عن العدو بطريق غير مباشر، وهو عن طريق السفارة الامريكية بالقاهرة، لان السفارة دي طبعا بالاضافة لوجود السفير فيها واللي اكيد على اتصال بالصهاينة، كانوا بيدخلوها دبلوماسيين وعسكريين وشخصيات سياسية ومهمة، ومنهم اكيد صهاينة. والكلام اللي هيكون محور اهتمامهم طبعا في الوقت ده هو رد مصر على هزيمة 67 واستعدادهم للمعركة اللي جاية، واللي كانوا متأكدين انها لازم هتحصل، وكمان عن استعداد الصهاينة ليها واللي هيقوموا بيه بعد كده. وبالمرة ياخد الرئيس ناصر طاره من الامريكان بعد تجنيدهم للشخصية المهمة في مصر اللي قلنا عليها. منطق برضه، بس كان في مجازفة كبيرة، وده اللي قاله الرئيس ناصر لرجال الأمن القومي اللي عرضوا عليه الفكرة، لأن ما كانش سهل أبداً زرع أجهزة تنصت في سفارة أكبر دولة واللي أكيد مأمنينها كويس ضد أي محاولة للتنصت عليها، ولو العملية انكشفت الأمريكان مش هيسيبونا وهيبقى شكلنا وحش قوي قدام العالم. بس رجال الأمن القومي طمنوه وقالوا له إن الميكروفونات اللي هيزرعوها جوه السفارة بطريقتهم الخاصة لا يمكن حد يكتشفها. وبعد ما حس الرئيس ناصر بثقتهم في نجاح العملية وافق عليها. والحقيقة ولحد النهاردة محدش عارف الطريقة اللي دخلوا بيها السفارة وزرعوا الميكروفونات فيها. حتى الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل واللي كان مقرب وقتها من الرئيس ناصر وعارف بالعملية بعد 4 شهور معرفش ازاي تم تنفيذها. لكن المهم العملية نجحت، وقدرت المخابرات المصرية تزرع 4 ميكروفونات جابوها من ألمانيا في السفارة الأمريكية بالقاهرة، واحد زرعوه في المدخل والتاني في الصالون
والتالت في غرفة الطعام والرابع في بهو الدور الثاني اللي كان بيتم فيه مقابلات السفير الأمريكي مع ضيوفه، واشتغلت الميكروفونات وبدأت المخابرات المصرية تسمع وتسجل كل اللي بيتقال في السفارة وتنقله للرئيس ناصر في تقارير، واللي كان بيعرفها ويكتب على ورق أهم اللي جه فيها ويوصله للجهات المختصة من غير ما يقول لهم مصدرها. أما بالنسبة لتسميتها العملية عصفور، فده الاسم اللي أطلقه عليها في البداية الرئيس ناصر، لأن عندنا في مصر الاسم ده شائع جدا. يعني لما حد يكشف لك سر أنت مخبيه وتسأله مين اللي قالك عليه يقول لك العصفورة قالت لي. بس بعد كده اتحولت للدكتور عصفور ومنها للدكتور بس، يعني علشان محدش يشك في حاجة. عارفين ليه؟ لأن في الوقت ده كان في مفكر وكاتب قانوني مشهور اسمه الدكتور محمد عصفور، وهو طبعا ما كانش ليه أي علاقة بالعملية. المهم العملية نجحت نجاح باهر وما كانتش تقل أهمية عن عملية ألترا اللي تمت خلال الحرب العالمية الثانية، واللي نجحوا فيها الإنجليز والأمريكان في فك شفرة الألمان وعرفوا بتحركاتهم وكل خططهم، واللي عجلت بنهاية الحرب وبقت العملية عصفور أو الدكتور عصفور تاني أنجح عملية مخابراتية في العالم بعد عملية ألترا. المهم فضل الرئيس ناصر يعرف كل اللي بيدور في السفارة، وبعض الكلام كان فعلا خطير ومهم جدا وبيمس هو شخصيا، وده اللي حصل في أخطر تقرير وصله من المخابرات المصرية يوم 30 نوفمبر سنة 1969. التقرير المرة دي ما كانش مكتوب، مدير المخابرات والمسؤول عن العملية كان صعب عليه يقوله اللي اتقال أو حتى اللي اتكتب فيه وهتعرفه ليه، وفضل انه يسمعه بنفسه من مصدره. التسجيل كان عبارة عن حوار دار بين السفير الأمريكي بالقاهرة وزميله المفوض في سفارة تل أبيب واللي كان ضيف عنده ومقيم بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. الوزير المفوض كلمه عن دور الرئيس ناصر في دعم الثورة الليبية ومن قبلها مساندته لأكثر من دولة بتسعى للاستقلال، وقال له إننا لو اتخلصنا من ناصر فالنظام المصري كله هيتغير، وإحنا هنتخلص منه فعلا، يا إما عن طريق مادة معينة هتتحطره في الأكل أو الشرب يا إما عن طريق المرض. وفضل الحال على كده لحد وفاة الرئيس ناصر سنة 1970، وبقت التقارير اللي بتكتبها المخابرات المصرية عن اللي بيدور في السفارة الأمريكية توصل لعدد محدود من مراكز القوة بس، وما كانتش بتوصل للرئيس السادات اللي تولى الحكم بعد ما عينه الرئيس ناصر نائب ليه قبل وفاته، منهم ومع حفظ الألقاب طبعا علي صبري وشعراوي جمعة والفريق محمد فوزي وسامي شرف. الرئيس ناصر نفسه ما قالش للسادات عليها، وبيقول الأستاذ هيكل إنه سأل الرئيس ناصر وهم في طريقهم للمغرب قبل وفاته إذا كان قال الرئيس السادات عن العملية عصفور ولا لأ، فقال الرئيس ناصر إنه ما قالوش ومش هيقوله دلوقتي. ومراكز القوى عملت نفس الشيء، معرفتش السادات بالعملية لأنهم كانوا شايفين إنه ما يصلحش لخلافة الرئيس ناصر والقرب من الأمريكان بعد ما سمعوا أكتر من مكالمة لي مع جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية والقائم على رعاية المصالح الأمريكية في مصر وقتها، ودول راحوا قالوا لك كفاية عليه حكم البلد لحد كده، وخصوصا كمان بعد ما سمعوا مكالمته التانية مع جوزيف سيسكو وقالوا فيها إن مراكز القوة متحكمين في البلد ومش سايباني أخد أي قرار ولا كأني رئيس جمهورية ومعايا الشرعية، كل ما أقول حاجة يعرضوني وبيضغطوا عليا كمان في موضوع الحرب مع الكيان الصهيوني. وفي نهاية المكالمة قال له أنه ناوي يخلص من تحكماتهم ومن كل اللي بيعرضوا بالإقالة. طبعا ما كانش ممكن يسكتوا على ناوي يعملوا السادات فيهم، فاتصل علي صبري بوزير الإعلام يوم 9 مايو سنة 1971 وقال له أن السادات بيبيع البلد للأمريكان وبيهد كل اللي بناه ناصر طول فترة حكمه، واحنا لازم نعمل حاجة وما نسكتلوش. الفريق محمد فوزي وزير الحربية اجتمع مع كبار ضباط الجيش وقال لهم كده، وان السادات بيهدم كل مبادئ الثورة اللي قمنا بيها. كل ده كان تمهيد للخطوة الاخطر اللي هيقوموا بيها بعد كده. المهم بعد ما خلصوا مهمتهم وحسوا ان الجيش مستعد ينفذ اللي بيخططوا له، طلب احد الضباط الاحرار من الفريق فوزي دبابة وخمس عساكر لاعتقال السادات. الغريبة بقى مع انهم كانوا بيسجلوا مكالمات للسادات كان في حد بيسجل مكالماتهم هم كمان، لان يوم 11 مايو
يعني بعد يومين من مكالمة علي صبري مع وزير الإعلام، راح ضابط من إدارة الرقابة وقابل السادات واداله التسجيل ده وتسجيلات تانية. فرح السادات أقال وزير الداخلية شعراوي جمعة، واللي ما عجبش طبعا باقي مراكز القوة فتقدموا باستقالة جماعية للسادات وقابلها كلها. ومش وقته دلوقتي أقول لكم على اللي حصل بعدها لأنه مش موضوع حلقتنا النهاردة، بس كل التفاصيل دي هتلاقوها في حلقة الليسي ناصف اللي قدمتها على القناة. المهم وفي وسط كل الأحداث دي كانت العملية عصفور شغالة وكله تمام، لحد ما جه اليوم اللي انتهت فيه على إيد الأستاذ هيكل بعد شهرين تقريبا من اعتقال السادات لمراكز القوة. واللي بيقول إنه في مرة وهو بيدردش مع السادات كانوا بيتكلموا عن المخابرات المصرية وقدرتها وكفاءة ضباطها، فقال له هيكل: اطمن يا ريس، ده كفاية إنهم نجحوا في زرع ميكروفونات في السفارة الأمريكية بالقاهرة. السادات اتفاجئ باللي سمعه وقال له: ازاي ده؟ هيكل كان فاكر ان السادات خلاص عارف بالعملية عصفور، بس بسؤاله ده اتأكد انه ما يعرفش حاجة، فكان لازم يقوله عليها ويحكي له كل حاجة. المهم بعدها كان السادات بيتكلم مع كمال ادهم واللي كان وقتها رئيس المخابرات السعودية السابق ومستشار الملك فيصل رحمه الله، قال له ان الخناقة اللي بينه وبين مراكز القوة هتعمل مشكلة كبيرة قوي، وهل هو متأكد من الأدلة اللي معاه اللي بتدينهم؟ فرح السادات شرح له الأدلة اللي معاه وحكاله عن العملية عصفور. وبعدها قابل هيكل وقال له إنه حكى لكمال أدهم عن العملية. هيكل اتضايق جدا وقال له: ليه حكيت له يا ريس؟ فقال له السادات: لا ما تقلقش، ده شخص مأمون، بس اللي حصل إن كمال أدهم نقل تفاصيل العملية للأمريكان، لأنه حسب بقالة المصادر كان على علاقة قوية جدا بالمخابرات الأمريكية. وتمر الأيام ويتوقف أول ميكروفون زرعته المخابرات المصرية في السفارة الأمريكية، وشوية والتاني حصله، لحد ما بعد أسبوعين ما بقوش يسمعوا أي حاجة بتدور في السفارة، لأن الأمريكان أول ما وصل لهم خبر العملية من كمال أدهم فتشوا كل سنتي في السفارة وشالوا الميكروفونات الأربعة. يمكن العملية عصفور ما انكتبش ليها تكمل أكتر من كده، بس كفاية إنها اتسجلت كتاني أقوى عملية مخابرات في العالم بعد العملية ألترا، وأثبتت للعالم إن جهاز المخابرات المصرية من أكبر أجهزة المخابرات في العالم. ودايما أقول لكم العبرة بالنهاية. في أكتوبر 73 واجهنا الصهاينة اللي كانوا فاكرنا مش هنواجههم مرة تانية، ومن بعدها رجعنا سينا. بس تفتكروا الحكاية بيننا وبينهم خلصت على كده؟ ما ظنش. لكن والحد هنا واقدر اقول لكم وانتهت حكاية العملية عصفور. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في حكاية جديدة. تحياتي.